اتحداك يا عبير. منال تقول خل ياسر وخويه يجون. ايه سلامات، حنا ما نروح لحد، تبي تلعب معنا هي تجينا. اسكت يا بزر. خلوها تقبل، هي اي توب. وري عنت، خلك ثقيل، اهدى اهدى اهدى، لا تصير خفيف. طيب هذه جت. هلا والله منال، نورتي ام البث والله. اهلين، شخباركم؟ ما بغيتوا تجون؟ اقول من بدري، تبي نلعب جوله تكبيس. وليش بس تكبيس ان شاء الله؟ لانه انت ما شاء الله حلوه، واكيد بيجيس دعم خرافي تنزل لصغابه اسود، فهمتي الحين؟ لا والله، ترى الداعمين عندي قليل. اقول بس عن شوفه الناس، ترى داعمينك كلهم متقاعدين ويرضون باي شيء. حلوه دي، وشلون جبتها؟ ما عليك، العاده ما تعرف ايه. خير ان شاء الله، وش تقصد؟ لا لا لا، ما ما ما, ما اقصد شيء. يمزح لا تشدين. ها ما رمت. اقول بس لا يمزح معي، هو بلوفر الخايس اللي كنا كراسه مسوي ظريف انت وجهك المستطيل. خلصتي؟ اقول بس سد حلقك، شف حتى اخويك قام يضحك عليك، تدري ليش؟ لانك زلابه وهطف. اهدى يا بزر، تويام. اهدى انت، روح امك. ياسر الهطف انحشرت يا هطف. يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. وش سويت يا بزر؟ ما هو؟ شفتوا يا المتابعين، شفتوا؟ مو برجال، لو انه رجال كان قاعد خليته ما يسوى ريال الهطف. شوفوا يا متابعيني، انا مو من عادتي اغلط على احد، بس اللي يدوس لي على طرف يتحمل اللي يجي. الله لا يوفقك يا الغبي السبهة، لا اعطيك على وجهك. انا ما دريت انه بيصير كذا. خلاص اذكر الله ولا، قم الحين وافتح بث وادخل مع قست ورد الصحصحه سهله. مهبول انت. لا ما يمديها ياسر، ان دخلت الان العالم كله بتطقطق عليك وبيقول لك هطف 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 هطف. اي ايش تبغى يسوي؟ يسيب الموضوع كذا؟ ايوه يسيبه كذا، يمشي كذا كذا. ايوه يمشي كذا كذا. ايوه على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. الزبده، اليوم ما يدخل بكره تدخل، الناس تنسى، سوي نفسك مجنون، ادخل في البث هلا بمتابعين وكذا، ما كان صار شيء، فهمت الحين؟ اي فهمت خلاص. تفضل. الهطف نور نور محلنا يا زول، احلى فول واحلى تمييز ليك يا زول، تفضل تفضل وكل احد يجيب طلبك الثاني. الحلال حط الطلب وانقل هناك. يعني هطف وتامر علينا؟ والله دي حاجه غريبه. يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. والله لعبت فيه لعب، شوف كل التعليقات كاتبين هطف. شوف وجهك يا محمد، يستاهل مسوي ظريف وتواهد مع ذا الملسونه. الله يسد نفسكم يسد نفس كفته معكم.